الذهبية. نعم معروف مع الذهب الآن. وحين الميكروفون للزميل محمد الصوات يتابع انطلاقة هذا الشوط. شكرا عادل بن عزيز المطيري. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم في هذا المساء وفي منافسات رموز سن الإجذاع وانطلاقات شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة ضمن هذه الأشواط المفتوحة. على بركة الله متابعينا الكرام ينطلق خامس أشواطنا في هذه الأمسية التراثية هنا على أرضية ميدان الشحانية. شوط ينطلق في هذه اللحظات، شوط خاص بالإبكار نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نبدأ مع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات، هذه الأسماء القوية والمتواجدة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قناة الريان الناقلة لمجريات هذه السباقات وهذه الفعاليات هنا على أرضية ميدان الشحانية. أبدأ بالبداية وتابع وتابع فوج تقود الجموع هناك على البداية والصدارة. فوج لهجن الشحانية يتابعها في التضمير أحد الأسماء الذهبية، أحد عمالقة التضمير الذهبي سالم بن فاران المري. بينما أتابع أتابع مزون لهجن الشحانية هنا المتواجدة مع ثاني المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أتابع ثالث الأسماء هنا تقدم من الشامخة لهجن الشحانية المتواجدة بشموخها بشعارها باسمها الشامخ. هنا تنطلق مع ثالث المراكز يتابعها في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أتابع تغيير هناك من الجانب الآخر بشعار الأدعم بشعار هجن الشحانية والمتابعة لدى الشبل جابر بن سالم بن فاران. خامس الأسماء أتابع التقدم في هذه اللحظات. وصلت الذهبة تصل مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام، ولكن شعاع تغير في هذه اللحظات إلى خامس المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. الله الله يا الأسماء المتواجدة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الشوط في هذا الانطلاق القوي قيادة فوج هناك على الصدارة. تقود أيضا هذه الأسماء فوج هنا على الصدارة. فوج على البداية مشاهدينا متابعين الكرام على الكادر الأعلى تسيطر هناك على البداية لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري هنا على البداية والصدارة. بينما أتابع مزون مزون الخير القادمة في هذه اللحظات أيضا هنا تنطلق مع ثاني المراكز الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هنا بدأ أيضا يقدم مزوم في هذه اللحظات ويدفع أيضا بهذا الاسم هناك نحو البداية نحو أيضا الصدارة. الله يا الأسماء هنا أتابع أيضا تقدم مشاهدين الكرام، أتابع انطلاق وتواجد من تغيير على ثالث المراكز لهجن الشحانية يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن القادمة هنا الشامخة تصل تنطلق الشامخة مع رابع المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. وخامس الأسماء أتابع الذهبة الذهبة لهجن الشحانية بأيضا متابعة سالم بن فاران المري. هنا تنطلق تتواجد مع خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. انتصفت المسافة انتصفت مسافتنا الستة كيلومترات. الله ثلاثة كيلومترات رحلة جديدة نتابع من خلالها هذه الأسماء هذه الأسماء والشعارات المتواجدة في هذا الشوط. ولكن الأمور الأمور هناك مع الفوج مع
فوج على الصدارة، فوج تنطلق مشاهدينا الكرام على البداية والصدارة لهجن الشحانية، أيضا نتابعها من خلال هذه اللحظات تقود المسيرة منذ البداية، وفوج هناك على الصدارة بمتابعة سالم بن فاران المري، ولكن الله يمزون هناك أيضا بدأت تشكل الخطر القادمة مع هذه اللحظات من تنطلق على ثاني المراكز لهجن الشحانية، وبمتابعة محمد بن خالد العطية والقادمة تغيير، لا تغيير على مراكزنا الثلاث الأولى، هنا تغيير مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. الله الشعار اللي عد عم هنا ينطلق بثلاثية مع أيضا مضمرين متابعين، كل اسم هنا يحمل أيضا مضمر من أحد الأسماء. الله هي القادمة، أتابع هنا مشاهدين الكرام الشامخة قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية، وهنا أتابع الذهبة لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. بدأنا بالانعطاف مشاهدينا الكرام، الكل قادم في هذه اللحظات، السرعة زادت والكل يتابع الموقف، الكل يتابع أيضا هذا الأداء وهذا المسار. الله الله الله، أعود هناك مع البداية وانطلاقة فوج، هناك تريد الفوز، فوج على الصدارة لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن الخطورة قادمة. بدأت أيضا التحركات، بدأت الأسماء مزور هنا مع ثاني المراكز الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، وتغيير أيضا قادمة في هذه اللحظات لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. وصلت الشامخة لهجن الشحانية، هنا المشاغب يصل محمد بن خالد العطية، ووصلت الذهبة. الله 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 يا الأسماء، الذهبة لهجن الشحانية تصل بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. الله يتابع فوج وعينه على الذهبة، وهنا أيضا المراقبة من تغيير. الله يا هذه الأسماء، ولكن الأمور هناك مع الكيلومتر الأخير، الذهبة الله يا فوج هنا على الصدارة، تغيير قادمة، وهنا الذهبة وعادت الشامخة. الله الله الله، اشتدت المنافسة، غير التغيير هنا على الصدارة مشاهدين الكرام لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، ولكن الشامخة تشكل الخطر في هذه اللحظات. الله الله الله، لهجن الشحانية يتابع المشاغب محمد بن خالد العطية، الذهبة لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، ولكن الأمور غادرت من هذه اللحظات مع تغيير، لا تغيير على تغيير هنا على الصدارة، من تظفر بناموس هذا الشوط، تغيير الله لهجن الشحانية وبمتابعة أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران مع اللحظات الأخيرة، خط النهاية هنا مع تغيير، لا تغيير على تغيير هنا مع هذه اللحظات، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران ثاني المراكز، وصلت الشامخة لهجن الشحانية ثالثا، الذهبة لهجن الشحانية رابع المراكز، كان الوصول من العوسجية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رابع المراكز. خامس المراكز فوج لهجن الشحانية، هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول تغيير إلى خط النهاية، توقيت أيضا مميز 8:56 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران ثاني المراكز. وصلت
الشامخة مشاهدينا الكرام بتوقيت 8:56 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتانية أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية ثالث المراكز الذهيبة 8:58 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة أيضا لسالم بفران المري. تهانينا والناموس.